ياكل معاه الكلام ده. انا لا يخصني عمروتي ولا ابو سنه. انا مش موصوف لي في الليله دي كلها حاج الا خميس. يا ما تعليش صوتك امال. ده كلام مش بالجعجعه والصدر المكشوف. الله، العمروتي حط سيفه على رقاب الكل اللي هيتحرك تحته هيقابل رب كريم. على نفسه. انا ما يهمنيش يا حاج، انا عارف نفسي كده كده ميت. طب اسمعني يا عم الميت، اسمعني. فرص جايه كتير والطار باين وعزامة تاخدش والفتحة مردودة، بس السكة تفوق والدنيا تسلك ونلاقي له مقتل نضربه فيه. أيوة، لو إن أنا مش حمل تلات أيام أصومهم. يعني عايزني أعمل إيه يا حاج؟ أحط جزمة قديمة في بقي وأسكت؟ أي ضربة هنضربها له دلوقتي هتبقى زي القرش البراني، لو رميتها هترد في وشك، إنما اللي هنا محدش يقدر يوصل له. ساعتها هتبقى أضيب صحيح. أمرك يا معلم، أمرك أنت والباشا. أتاكني الأحمر. مفتاحها بيت. يا ماي شبرا ماشي عاجبك كده والنبي يا معلم طريقته معايا كده على طول. غبي زي أمه، أعمل له إيه؟ ما علينا، طولني يا معلم. روح هاتي لي فحم من عيني. بس على مهلك وأنت ماشي. حاضر يا بنت. على مين؟ غبي زي مين؟ العاشق المتيم بالعيون الملط بيضون. وايه اللي جابك السعادي؟ انا قلت برضو لازم كلامنا يكون ما بين اربع حيطان وباب وشباك مقفول علينا، مش في محل اكل عيش ببانه مفندقه وخرامه اكتر من كوالينه. ملط يا بيضون، انا رمانه اللي فرطت الدنيا في كف ايديها واللي هدومها شاطت من مرمطه الايام، مش هتيجي دلوقتي وتلعب عليا لعبه قديمه زيتي. ايه الساونه اللي انت خارجه منها دي؟ اقفلي السخن وافتحي الساقع شويه، خلينا الركل سنولك كلمتين. انا جاي لك بالمفيد. ما انت قلت لي المفيد وانا رديت وتفتي لسه على خدك. تفتك دي وسام على صدري وانا ضميتها لدلاب الذكريات وكتبت عليها اهداء من رمانه الى المناضل الوطني الملطي بيضون. باشا ما تلقيش. نعم، امال ليه قلت لي؟ بس ممكن في اي وقت يطلبك. انا عارف ان انت مش على هواه اليومين دول، هو كمان مش على هواكي، بس ممكن في اي لحظه يهفوا الشوق، ساعتها لا انا ولا انت هنقدر نناضل ضده ولا نقول له ما ينفعش. وانا استحاله اقول له ينفع. يبقى انت كده بتثوري على النظام القديم وساعتها مش هيبقى قدامي غير حل واحد. ايه روح امك الكلام الكبير اللي عمال تقوله ده؟ انت صدقت البرنيطه اللي على دماغك دي هتعمل لي فيها يا اخويا بتاع سياسه؟ ده انت يا دوبك بتفك الخط. وبعدين حل ايه؟ جت حل وسطى. انك تعتصمي، وقبل ما تعتصمي ترش على وشك شويه ميه نار، يمكن الباشا يتعاطف معاكي وساعتها هينفذ لك مطالبك الفئويه. تعالى بقى اوريك مطالبي الفئويه يا ابن روحيه. ما يصحش كده يا نجم. عيب. اتفضل. ايه ده بتعملي ايه؟ ادي هدوم الباشا بتاعك، الضرفه اللي عامله زي السجان في بيتي، انا خلاص خدت منها افراج. واحمد ربنا ان خميس ما شافهاش، عشان انت عارف كويس لو كان شافها كان ممكن يعمل في الكل ايه. اهدي على نفسك، لا يطقلك عرق مصر عايزاكي. يلا خد الزباله دي وغوم. ماشي انا هاخدها واضمها في دلاب الذكريات، يمكن يحصل لك انقلاب داخلي وترجعي لعقلك. تصدقي الحته حلوه؟ ازاي يا فندينا ما شمهاش؟ والمصحف لصوت ولم عليك الخل. يلا غور يا ابن الكلب. دج يعني رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه. طلعت من رجالة العمروتي.
انسى بقى السيرة دي يا خميس. ده القانون يا ريس، هو يقول، انما انا لا. وانت سيد اللي عارفين، بعدين في الاخر كله كان عشان مصلحتك. كله طلع شمال. اولاد الرفضي لو ايه، كل الشمال منفذ على بعضه. عسل اسود. 95 اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. الله اكبر، الليلة ليلة عيد. قوم يا بنتي اللي شبه دكر البط انت. الله يا اختي، الله اكبر، منورنا ومكترنا والله. ومالك عليا حلفان، الود ود يذبحنا البت من البنات. ما تعملوا حركة يا ولاية. الله. اتفضل يا فندينا. وانت تعرف العمروت يا مدرم؟ يلا بنروح يا خميس. جثتي انما غصب اعمل ما بدالك. انا طول عمري عايش معاكي غصب، نفسي مره يبقى بمزاجك. انا مش طايق العيشه دي. ده وضع مفروض علينا وانت عارف كده كويس، وانا محرماك على نفسي. مش مقصر يا مطر، مش مقصر. لا انا بعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخطر اخويا، لكن زي ما انت شايف الدنيا معايا ملخبطه على الاخر، كلها بتلعبكه من الكلب بسبع ارواح. أنا عارفة إنك مش ناسي دار أخوك، وإنك بتحبه قد ما أنا بحبه. بتحبيه؟ قوليها يا مطرة. أنا عارف، أنا عارف إنك لسه بتحبي الغريب، بشوفها في عينيكي حتى وإحنا. غصب عني. بالعكس يا مطرة، حبك لغريب هو اللي مخليني لسه باقي عليكي. وكان يعني على حبة النرفزة ولا ايدي اللي بتطول عليكي. معلش، دول يا دوب حلاوة روح فشغل مش اكتر. صباح على خير يا مطرة. Mm-hmm.